السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعود إليكم من جديد في درس جديد من دروس نشاط العلمي تأثير الإنسان على البيئة. إذا نقوم بتعرف الوثيقة أو ألاحظ وأفهم. لما عاد العم ميمون من أوروبا التي مكث فيها أكثر من 10 سنوات إلى القرية التي ولد فيها، وجد كل شيء قد تغير، فالغابة المجاورة والبساتين المحيطة أصبحت بنايات شاهقة، والوادي الذي كانت تعيش فيه الأسماك أصبح مطرحا للنفايات. إذن هنا نلاحظ هذه الصورة، هناك بنايات شاهقة. إذن فالعم ميمون بعد عودته من أوروبا التي مكث فيها قلنا أكثر من 10 سنوات، وجد القرية قد تغيرت، فالغابة تحولت والبساتين تحولوا إلى بنايات شاهقة، والوادي المخضر يعني تحول الذي كانت الوادي الذي كانت تعيش فيه الأسماك أصبح مطرحا للنفايات لرمي الأزبال. إذن وقع تغيير كبير على القرية، وهذا تأثير من تأثيرات الإنسان على المساحات الخضراء. نشاهد هذه الصورة، هذه تنتج السيارات والمصانع غازات تلوث الهواء. إذن هنا يتعرض الهواء للتلوث عن طريق يعني ما تطرحه المصانع، وأيضا ما تطرحه السيارات والشاحنات ووسائل النقل من غازات سامة وملوثة. الصورة الثانية، هذا عبارة عن مطرح النفايات، يعني هنا تجتمع النفايات التي يقوم برميها الإنسان، وهناك من نلاحظ هناك بعض الماشية تقوم بالرعي هنا. إذن هذه الماشية ربما تتعرض للتسمم. هنا هذه الصورة كتبين لي أسماك يعني تطفو على سطح النهر أو سطح البحر، يعني بعد أن هلكت بسبب المواد السامة التي يطرحها الإنسان في مياه البحار ومياه الأنهار. هنا أيضا هذه الصورة كتبيني المبيدات والأسمدة الكيماوية التي تلوث الأرض وتسمم المزروعات، فهذه المزروعات التي نقوم برشها بالمبيدات والأسمدة الكيماوية تكون يعني مضرة للإنسان. هنا هذه الصورة كتبين لي الرعي الجائر، يعني الرعي في الغابات في المساحات الخضراء، فالرعي يجب أن يكون في مناطق محددة، وذلك لكي نحافظ على الغابة ونحافظ على المساحات الخضراء، لا يجب أن يكون الرعي في أي مكان. هنا هذه الصورة كتبين لي التوسع العمراني الذي يؤثر على الأراضي الصالحة للزراعة، يعني نقوم بإزالة الغابات، بإزالة أشجار الزيتون، بإزالة البساتين، و نقوم في هذا المكان ديال الغابات، وهذا نقوم بإنشاء بنايات وإنشاء مساكن ومصانع على حساب هذه الغابات وعلى حساب هذه المساحات الخضراء. نعم.